السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده هنتكلم مع بعض عن احداث جديده، عن تفاؤل، عن صبر، عن اخبار حلوه ان شاء الله باذن الله لمواليد برج الميزان. ان شاء الله باذن الله تكون الاخبار الجميله اللي انتم منتظرينها تسمعوها وكل حاجه انتم مستنيينها تتحقق. طيب نعمل ايه؟ نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ونكتر في الاستغفار وفي الدعاء، اهم حاجه بيغير القدر. طبعا بالنسبه للناس اللي بتكتب لي تعليقات جميله انا بشكركم جدا جدا جدا. وان شاء الله باذن الله على اول تعليق هتلاقوا علاج الحسد والعين. طيب علاج الحسد والعين نعالج ازاي الموضوع ده؟ احنا طبعا مش هندخل جوه الناس علشان ما تحسدناش، لا، الناس هتحسدنا حتى لو احنا مش متهنئين او حياتنا بايظه، برضو الناس بتحسد. فبالتالي احنا نعمل ايه؟ في دعاء حلو جدا 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 عن تجربه تحصين، بتحصني نفسك بيه. اي حد يشوفك، اي حد يحسدك، علشان كده الدعاء ده حلو جدا. ان شاء الله باذن الله انزلكم في اول تعليق. وطبعا في حاجه مهمه جدا، نجيب كوبايه ميه ونقرا عليها شويه ايات قران ونرش بيها اركان البيت كله، علشان خاطر دي بتبعد، بتدخل لنا الهدوء والاستقرار. وانا هنزل لكم فيديوهات كتيره جدا 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 ازاي ندخل البركه في البيت، وازاي ندخل السعاده، وازاي حاجات كتيره جدا هنزلها لكم ان شاء الله باذن الله. طبعا ما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد، والناس اللي اول مره تسمعني تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان خاطر يوصل لها كل جديد، واهم حاجه تفعيل الجرس وتكتب لي تعليق جميل. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وبارك عليه. يلا بينا نشوف فنجان السعد ان شاء الله باذن الله، والاخبار الجميله لمواليد برج الميزان اللي هم دايما حياتهم فيها تراجع. بسم الله ما شاء الله. بص يا برج الميزان، ما شاء الله، اولا انت هنا عملت حاجه وحققت حاجه انت عايزها. هي ايه؟ غيرت مكانك، ارتباطك بقى حلو، غيرت حاجه عندك هنا، تغيير حاجه يا برج الميزان، يعني حصل نقله عندك جديده. بعض مواليد برج الميزان انتوا هنا مش مرتاحين، مش مرتاحين خالص، وعايزين تمشوا وعايزين تبعدوا عن كل الناس. بعض مواليد برج الميزان شايفة كمان ان هم عندهم مشاكل عاطفيا، صحيا، ماديا، صفر. في مشاكل بينك وما بين الاهل يا برج الميزان، في مشاكل، مفيش تفاهم بينك وما بين الاهل. انت هنا مش مرتاح يا برج الميزان، مش مرتاح في البيت. خسرت اعز حاجة عندك، خسرت اعز حاجة عندك، خسرت ولادك، خسرت عربيتك، خسرت بيتك، خسرت اعز حاجة عندك يا برج الميزان. شايفة ان انت هنا حيران ومش عارف تعمل ايه، عايز تمشي وعايز تبعد عن كل الناس، عندك ضيق، عندك خنقة، عندك توتر، حاسس ان قلبك وجعك. هنا عليك دين يا برج الميزان، حاول تسده، يعني عليك ندر، عليك ندر، عليك ندر. طيب بص هنا برج الميزان، بص السحر اللي بيتجدد لك كل طاقة كل شهر. بص يا برج الميزان، انت هنا حاسس ان انت في دوامه يا برج الميزان، مفيش حاجه بتكمل عندك، قلبك وحد، قلبك موجوع، قلبك مقهور، في ظلم، اتخذلت من اقرب الناس ليك، اتخذلت من اقرب الناس ليك. انت هنا عندك صداع مستمر، عندك حراره زايده في جسمك، خايف، حاسس بالحيره والتوتر يا برج الميزان. لا، حاول تزور الطبيب وحاول تتعالج وحاول تكون احسن من الاول. اقرب الناس ليك هم اللي بيظلموك وهم اللي كسروا بخاطرك وخذلوك. شايفة كمان ان انت هنا عايز تاخد قرار هتبني عليه حياتك، القرار ده عايز تبني عليه حياتك. انت هنا برج الميزان حاسس انه مفيش فرحة دخلت حياتك، حاسس بالوحدة، حاسس بالحيرة، حاسس ان حياتك بتدور وبتلف. شايفة كمان انه في حد عندك مريض، ربنا هيشفيه بإذن الله. انت هنا عندك اشخاص زهقان منهم وعايز تبعد عنهم. طيب برج الميزان عندك دخول محكمة بالخير بفضل الله بإذن الله. طيب ايه الانفصالات الكتير عندك دي يا برج الميزان؟ ليه مفيش علاقة بتكمل؟ حاسس ان انت حياتك مقفولة، حاسس ان انت اعمى، مش شايف حاجة، مش شايف حاجة. عندك دايما هنا صداع مستمر بسبب التفكير وبسبب الحيرة والقلق. طيب معدتك وجعاك يا برج الميزان، معدتك وجعاك، بتجيلك ساعات من وقت للتاني حيرة، حيرة من امرك، بتبقى عايز تهاجر، بتبقى عايز تمشي تبعد عن الناس كلها. انت زي ما قلت لك يا برج الميزان عندك حسد. طيب بينك وبين الشريك ليه دايما في انفار؟ دايما مش عايز تكلمه، دايما بينك انتوا وبين بعض مش عايزين تتكلموا، دايما في توتر، في حيرة بينكم وبين بعض، في طرف تالت داخل في العلاقة. حياتك مش كاملة يا برج الميزان. بص يا برج الميزان، انت هنا
حصل خناقة، حصل مواجهة بينك وما بين حد من أهلك، حصل مواجهة بينك وما بين حد من أهلك، بس شايفة إنه في صلح وفي رضا بإذن الله، في صلح بإذن الله. شايفة كمان إن أنت حد حط عليك ظلم، حد ظلمك، حد ظلمك يا برج الميزان. حياتك ماشية زي الدوامة، أنت طيب جدا يا برج الميزان، وبكلمة واحدة كلمة واحدة حد بيصالحك، بس انت دايما بتقول حسب الله ونعم الوكيل في الناس اللي ظلمتني، حسب الله ونعم الوكيل في الناس اللي اقهرتني، الناس اللي اخدت حقي. عندك اشتياق لاطفال، اشتياق لاهل، اشتياق لحد انت بتحبه يا برج الميزان. عندك حد توفى هنا، زي ما تقول الشخص اللي توفى ده اخد روحك معاه. بص يا برج الميزان، حياتك لسه مش متكاملة، حياتك لسه مش متكاملة. انت هنا بتدعي على ناس، الناس دي ظلمتك وغدرت بيك وخانتك. انت زي ما قلت لك يا برج الميزان، قلبك مكسور، قلبك مجروح، حاسس ان انت وحيد، حاسس ان انت ملكش سند في الدنيا غير ربنا. بص يا برج الميزان، بص بص العيون اللي عليك، بص بص الراجل الكبير او الست الكبيرة اللي بتحاول تدعي لك بالخير، ست حد بيحاول يدعي لك بالخير يا برج الميزان. تفاءل خير، انت هنا عندك انطلاقة حلوة، انت هنا عندك انطلاقة حلوة، حاول تتفائل، حاول تدخل الفرحة ببيتك. يلا بينا نشوف الفنجان بيقول ايه. بص بفنجانك مرسوم رسم يا برج الميزان. بص يا برج الميزان، انت هنا عديت بنكسات كتيرة وعديت بعقبات كتيرة، وحياتك كانت بايظة بايظة بمعنى الكلمة. بص يا برج الميزان، بس عندك تتفائل، عندك شجرة. بص الشجرة، كل اللي انت حصدته ان شاء الله بإذن الله حان الوقت تحصده. في حد هنا بيراقبك، حد بيكشف اوراقك القديمة، حد بيدورلك على اي حاجة تأذيك، احذر. انت هنا حاسس ان انت متكتب، حاسس ان انت وحيد، حاسس ان مفيش حد في ظهرك ولا معاك. انت هنا مفيش عندك ثقة في حد، بتقول مفيش حد يستاهل ثقتي، مفيش حد كويس، مفيش حد يستاهلني. دايما حاسس ان دايما ملاقيش نفسك يا برج الميزان خالص. بص بص هنا، بص الطرف الثالث اللي داخل في علاقة بينك وبين الشريك بيحاول يتكلم عنك، بيحاول يغير من مزاجك. حياتك هتمشي زي افراع الشجر بالظبط، فيها عقبات كتير بس دايما هتحصل على الفاكهة الحلوة، على الرزق الحلو اللي انت مستنيه. انت هنا حد غيران منك، حد غيران منك، حد بينافسك، حد عايز يوقعك، احذر. بص والله العظيم يا برج الميزان، حان الوقت ان انت تحصد كل اللي انت زرعته. حياتك ماشية زي الشجرة، زي الشجرة الجميلة المنورة اللي انت هيحان الوقت ان انت تحصد كل اللي انت عايزه. بص يا برج الميزان، ما شاء الله تبارك الرحمن، عندك خبر حلو بالنسبة للناس اللي مستنية حمل، او عاطفيا هتتحسن بس بعد صبر. بص بص هنا عندك حرف الام، حرف الام، حرف الام يا برج الميزان. الشخص ده انت بتحبه جدا، بس دايما في مشاكل بينك وما بين بينك وما بينه. برج الميزان، احب اقول لك انه في حد هنا بيحبك وبيراقبك، حد بيحبك وبيراقبك، عايز يقول لك ومش عارف، عايز يقول لك ان هو بيحبك وان هو مش هيقدر يعيش من غيرك بس مش قادر. بلاش تحس، بلاش من وقت للتاني تحس نفسك ان انت تعبان نفسيا، بلاش ان انت تكون محبط، حاول تتفائل، حاول ان انت تغير من نفسيتك بالصبر. انت برج الميزان شايل مسؤولية كبيرة، شايل مسؤولية كبيرة، مظلوم، مقهور، حقك دايما الناس واخداه، دايما مفيش تفاهم بينك وما بين الشريك، بس يتوجب عليك اتخاذ قرار حياتك واقفة عليه، دخول المحكمة بالخير ان شاء الله بإذن الله. انت برج الميزان من وقت للتاني بتحس ان انت متبهدل، بتحس ان انت عايز تمشي، الشريك خانك، الشريك كسر بخاطرك، اعز صاحب ليك كسرك. برج الميزان، انت حصل عندك خسارة كبيرة جدا جدا، خسرت فلوس، خسرت حاجة، بس في نفس الوقت حصل عندك نقلة جديدة غيرت حياتك بإذن الله بفضل ربنا. صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. انت هنا عايز تاخد قرار زي ما قلت لك، او عايز تعمل مشروع، او في حاجة في دماغك عايز تعملها ومستني الوقت المناسب. صح يا ميزان؟ صح يا ميزان. بص يا برج الميزان، انت هنا عايز تبيع حاجة، انت هنا عايز تبيع حاجة وتشتري حاجة تانية، انت عايز تبيع تبيع حاجة وعايز تشتري حاجة. بص
بص الفلوس اللي جاية بالخير ان شاء الله بإذن الله. بص الخير اللي جاي والرزق والسعادة. مين الشخص اللي انت خايف عليه قوي كده يا برج الميزان؟ مين الشخص اللي انت خايف عليه قوي كده وحيران ومتضايق؟ مين الشخص اللي حد انت خايف عليه؟ حياتك هتمشي بشكل حلو، تفائل تفائل، الطاقة الإيجابية جاية. انت هنا تعبان وموجوع وشايفة كمان انه في ثلاثة موجودين في حياتك عايزين يكسروك، عايزين يغيروا حياتك. هم قدامك بيحبوك وبيعزوك وبيحترموك، مجرد ما بتعمل وشك كده، بمجرد ما بتلاقيهم زي العقارب بيحاولوا يلبعوا فيك. التلاتة دول هم قريبين منك، قريبين منك. واحدة رفيعة، واحدة متوسطة الحجم، والتالتة بتشكي من مرض يا برج الميزان. احذر من التلاتة دول. بص يا برج الميزان، انت هنا عندك لقاء بحد انت ما كنتش منتظر في يوم من الايام ان انت تقابله، حد انت ما كنتش منتظر في يوم من الايام تقابله، بس اللقاء ده هيجيب لك خبر حلو هيسعدك ويفرح قلبك. برج الميزان، طيب نعالج حياتنا ازاي وندخل الاستقرار بالقرآن؟ ندخل حياتنا الاستقرار بالقرآن. انت مفيش استقرار عندك يا برج الميزان، عشان اقرب الناس ليك هم اللي حاسدينك. بلاش تتكلم عن حياتك، انت حاسس ان انت تفكيرك عميق، حاسس ان عظمك وجعك، حاسس انه بتشكي من حاجة في معدتك، بتشكي من حاجة في جسمك، حاسس ان حياتك فيها تراجع. بص المشروع اللي انت هتدخل فيه، المشروع اللي انت هتدخل فيه خير ورزق وحلو جدا جدا جدا، بس استشير دايما ربنا. زي ما قلت لك انت عندك طرف ثالث داخل بينك وبين الشريك، مفيش حدا بتكمل عندك في العاطفه يا برج الميزان، دايما طرف ثالث بيحاول يوقع بينك وما بين الشريك، او مفيش تفاهم بينك وما بين الشريك. برج الميزان عندك المكان اللي انت فيه حاليا مش مرتاح فيه. بعض برج الميزان حاليا المكان اللي هم فيه مش مرتاحين نهائيا، ودايما حاسين بالحيره والخوف والاحباط. انت هنا عايز تعمل اقصى مجهود علشان توصل لهدفك، عايز تعمل اقصى حاجة في حياتك علشان توصل الى تحقيق حلم. طيب خلال شهر ابريل ايه اللي هيحصل؟ هيحصل نجاح وهيحصل خير وهيحصل تفاؤل وهيحصل طاقة ايجابية. نجدد الطاقة الايجابية يا جماعة، نحاول ان احنا نقرأ قرآن كتير. عندنا عزومة حلوة، عندنا مكالمة من حد ما كناش نتوقع في يوم من الايام ان هو يكلمنا، هيكلمنا. انت يا برج الميزان حاول ان انت تقرب من ربنا، حاول تبعد الشياطين عنك. دايما قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دايما خلي الاستغفار، اذكار الصباح والمساء في بالك. حاول تجدد من نفسك، حاول تشتغل على نفسك شوية في الدين، حاول تدخل في حياتك معلومات دينية، حاول تدخل القرآن في عقلك. انت من وقت للتاني بتحس ان انت وحيد، ان انت عايز تنتحر، حتى النور بتبقى عايز تطفيه لدرجة ان ما بتبقاش عايز تشوف حاجة قدام عينك. حاول تشتغل على نفسك في الصح، كل حاجة هتكون لصالحك وهتكون من نصيبك. اصبر اصبر ونول. الفترة اللي جاية هيكون عندك خبر يشعشع الفرحة في البيت، عندك مناسبة حلوة يا برج الميزان بإذن الله في البيت، عندك فرحة حلوة، عندك خطوبة، عندك فرحة ارتباط ان شاء الله بفضل ربنا. شهر ابريل مقدم لك اخبار حلوة، مقدم لك طاقة ايجابية، مقدم لك تفاؤل، مقدم لك سعادة، مقدم لك الخير. حاول ان انتوا دايما تكون الدعاء الحلو من نصيبكم. اللهم زدنا نافعة، يا رب انصرنا على اعدائنا، يا رب اكبر بخاطرنا، يا رب ارزقنا الذرية الصالحة. انت برج الميزان ان انت دايما حاسس ان الكل دايما جاي عليك، ان الكل دايما عايز يأذيك، ان الكل دايما عايز يكسر بخاطرك. حاول تطلع من الشدة اللي انت فيها، وتطلع من الحفر اللي الناس بتوقعك فيها. الناس بتجدد لك الطاقة، فنجانك جميل جدا جدا جدا، ماشي زي، بص يا بص بص، انا عايزك تشوف الرموز، عايزك تشوف الخير وتشوف السعادة، تشوف ان حياتك ماشية زي الفل بإذن الله. انت تعبت كتير واتألمت، بس عندك حاجات حلوة. بلاش تقول انا الفرحة ما دخلتش بيتي، الفرحة
الفرحه ما دخلتش حياتي، لا يا برج الميزان انا هنزل لكم الدعاء تحصين النفس، حصن نفسك، ما تتكلمش مع اصحاب، اقرب الناس ليك هم بيتكلموا عنك، اقرب الناس هم اللي اخذوا حقك، اقرب الناس هم اللي ظلموك وكسروا بخاطرك، الا كسر الخواطر يا جماعه. ان شاء الله باذن الله تكون عندك التفاؤل والحب والفرحه من نصيبك. اتمنى لك شهر ابريل فيه الاخبار الحلوه، تجمعات عائليه جميله. برج الميزان اتمنى القراءه تكون عجبتك، واتمنى تقول لي رايكم في التعليقات.